أنا سمعت الشخص المرافق للشيخ محمد بن إبراهيم، سمعته بنفسي يقول أتى ضيف من خارج المملكة، ما كان فيه إلا فندق واحد في الرياض، فيقول يريد أن يضيفه، فاتصل الشيخ على الفندق وقال معك محمد بن إبراهيم ونريد حجز مكان لنا في اليوم الفلاني. قال الموظف أنا ما أعرف محمد بن إبراهيم، من هو محمد بن إبراهيم؟ ما يمكن أحدث. قال معك الشيخ محمد بن إبراهيم. يقول هذا لما أغلق الشيخ السماعة قال الله يهدينا ويحدنا على أننا نقول الشيخ. وأنا أقول والله والله لو أن أي شخص ولو كان بارعا لو قيل له علامة في الفقه ومتبحر في التوحيد وفي مسائل أخرى، والله لو عند الناس هو قد يفتي ويكون رجل نفع الله به ويكون عنده إلمام بكثير من الفنون فيما يحتاج الناس إليه، فالناس يرون أنه ما شاء الله رجل حوى علما غزيرا، لكن والله لو قرأ كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم أو قرأ فتح الباري لابن حجر أو قرأ المغني لابن قدامة أن يعد نفسه من أجهل الجهال. لما؟ لأن هناك مسائل وأشياء وفوائد. يقول أين أنا لما يقرأ ما هو صفحة واحدة، في نفس الصفحة يقول سبحان الله هذه أجلها، والناس يظنون أني علامة الدهر. اقرأ عن الكبار حتى تعرف نفسك وقدرك.